مساكم الله بالخير مشاهدينا، نرحب فيكم بالرسالة اليومية الخاصة بمهرجان هلا فبراير. طبعا احنا متواجدين الحين بدار الآثار الإسلامية بميدان حولي، وذلك لحضور الحفل الموسيقي الكلاسيكي بالتعاون مع السفارة جمهورية النمسا. طبعا هذه الأمسية نظمها السفير النمساوي، رحب فيه ونشكره جدا على إتاحة الفرصة لنا لجمهورنا وأعضائنا يسمعون يعني موسيقيين من النمسا. بالطبع الأمسية راح تكون كلاسيك، فسامعين احنا كلاسيك كثير، بس هذه راح إن شاء الله تكون أمسية مميزة، مجموعة مميزة. Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, let me thank Dar al-Athar al-Islamiyya for making this concert possible. I would like to express my special gratitude to Sheikha Hussa and her staff for their generosity and their efforts in organizing tonight's event, in cooperation with the Austrian Ministry of Foreign Affairs and the Austrian Embassy. Tonight's program will focus on composers such as Beethoven, Schumann, and Grieg, and maybe other composers whose life and oeuvre are closely linked to Austria and especially to Vienna. May I repeat my sincere gratitude to Dar al-Athar al-Islamiyya, especially to Sheikha Hussa for making this concert possible. Thank you for coming here, and I wish you a very pleasant concert. One technical remark, there will be a break after around 50 minutes, for 10 minutes, not more. And I wish you a very, very nice evening. Shukran jazila. كرنفال هلا فبراير، الأمسيات الشعرية، العب مع المشاهير، خيمة زين، الحفلات الغنائية، اللجنة الثقافية، كل هذا راح تشوفونه بمتابعتكم لنا في رسالتنا لمهرجان هلا فبراير. تابعونا يوميا. Thank you.
كرنفال هلا فبراير، هاي اسمه الشعرية فعلا مع المشاهير دم يا زين. الحفلات اي انا اغلى اللجنة في اي فاغت، اكيد ما فهمتوا شيء. كل هذا راح تشوفونه متابعتكم لنا في رسالتنا لمهرجان هلا فبراير، تابعونا يوميا. معنا سعادة السفير لجمهورية النمسا بدولة الكويت السيد أورليش فرانك، رحب فيك معنا. بيلكم من هابوتشوفتا هنا الكويت. أهلا وسهلا. بس يا ريت تكلمنا سعادة السفير عن الحفل اليوم ومدى طبعا قوة التبادل الثقافي والتعاون ما بين دولة الكويت وبين النمسا في الحفل الموسيقى هذا. Anlässlich dieses Musikabend können Sie, Herr Botschafter, etwas über diese kulturelle Beziehung zwischen Kuwait und Österreich, speziell in diesem Musikabend. Ich glaube, dass die Beziehungen, die kulturellen Beziehungen zwischen Kuwait und Österreich sehr gut sind und es freut mich besonders, dass wir die Möglichkeit haben, heute dieses Konzert österreichischer klassischer Musik hier zu präsentieren und es freut mich auch, dass so viele Leute gekommen sind und es freut mich besonders, dass auch so viele Kuwaitis gekommen sind. هو طبعا سعيد جدا او يحب يحيط الجميع علم بان العلاقات النمساويه الكويتيه هي بشكل عام جيده جدا، ويسر ايضا انه اقامه الحفل الموسيقي هذا اليوم وهذا تدعيم العلاقات الثقافيه الجيده اصلا بين البلدين، وهو سعيد ايضا بان يعني تتزامن في احتفاليات دوله الكويت حاليا، وكذلك سعيد بالحضور الكبير في هذه الأمسية من الشعب الكويتي طبعا ومن الموجودين في الكويت، وطبعا سعيد ويتمنى أن تنجح هذه الأمسية بشكل كامل. بس كلمنا سعادة السفير عن مهرجان هلا فبراير وشلون طبعا شايف المهرجان. Würden Sie nur kurz, Herr Botschafter, über diese Halle Februar kurz sprechen? Halle Februar, mich freut, dass das in zeitlicher Nähe dazu stattfinden kann, dieses Konzert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es auch die Verbundenheit eben zwischen Kuwait und Österreich dokumentiert. Und ich danke noch einmal dafür, dass es möglich war, dass eben zu diesem Zeitpunkt dieses Konzert zu präsentieren. أنا سعيد أن الأمسية الموسيقية هذه تزامنت مع احتفالية هلا فبراير، وطبعا هذا مثل ما قلنا في البداية أن هذه الاحتفالية حتعزز العلاقات الثقافية بين الدولتين، وسعيد بمرة أخرى بالحضور. Thank you Mr. Ambassador. Thank you. معانا الأستاذ صباح الرئيس عضو ديوانية الموسيقى لآثار لدار الآثار الإسلامية، رحب فيك معانا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبي بس تكلمني عن اليوم الاحتفال اليوم الحفل الموسيقي الكلاسيكي اللي شفناه فيه، يمكن سمعنا فيه الفن الموسيقي النمساوي. والله طبعا حنا في دار الآثار الإسلامية نحاول نجيب كل الفنون. الليلة كان عندنا أمسية الموسيقيين من النمسا، ونحاول احنا دائما نجيب من يعني يوم الاحد وهو نسميه يوم السفارات، السفارات تجيب موسيقيين من معظم من الاماكن اللي هم فيها، من سواء اليونانيين او النمساويين او الايطاليين يجونا على اساس ان نعطي الجمهور مالنا يعني اشياء شويه مختلفه من برا، لان عندنا يوم الأربعاء هي من موسيقيين محليين، مثل الأسبوع الجاي عندنا الهبان، اللي عقبه عندنا جاز ومختلف. يعني يوم الأربعاء عندنا أشياء تختلف عن يوم الأحد هو يوم السفارات.
احنا اليوم شفنا يمكن في يوم السفارات والحفلة الموسيقية الكلاسيكية الشيء هذا تزامن مع مهرجان هلا فبراير، فشنو وضع التزامن هذا؟ والله احنا طبعا لنا الفخر ان تكون فعالياتنا من ضمن فعاليات هلا فبراير، وهذه اول سنة ان احنا فعالياتنا تدخل من ضمن فعاليات هلا فبراير. ف يعني طبيعي احنا عندنا مني الى نهايه فبراير عندنا اربع امسيات راح تكون من ضمن هلا فبراير. الله يعطيك العافيه وان شاء الله الله يوفقكم. الله يسلمك. تسلم. الله يخليك. شكرا. واحنا متواجدين بالحفل الموسيقي لقينا العم عبد الوهاب العدواني. رحب فيك معانا عمي، شلونك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ خير. اسلمك. الله يسلمك طول عمرك. والله استمتعت كل الاستمتاع في الليله الجميله هذه وسماع الموسيقى اللي كنت اعرفها، انا كنت من زمان ما سمعتها، فتعيدني العهود الماضيه يعني ايام الشباب ايام بشكل. اي والله. والحقيقه شلون لقيت الموسيقى واليوم تفاعل الناس وجودهم؟ موسيقى والله ارجو ان شاء الله ارجو ان يسعدهم الحظ دائما. والحقيقه هذه تسمع هلا هلا فبراير الحقيقه انها يوم اقول انه يوم موفق يعني جدا الاحتفالات وكذا شكل فعاليات جدا ممتازة. عمي الله يعطيك العافية وقواك الله وعساك على القوة والصحة إن شاء الله. الله. تسلم عمي. مشكور. مشكور. معنا الدكتورة زينة العلي، رحب فيك معنا. مساء الخير، يعطيكم العافية. دكتورة كلميني عن مشاركتك في الحفل الموسيقي الكلاسيكي اللي اليوم طبعا احنا شفناه كنا متواجدين فيه في دار الآثار الإسلامية، أبيش تكلمين عن هذا؟ طبعا دار الآثار الإسلامية يعني حرصت من زمان من كذا سنة على تقديم كل ما هو جديد ومنوع في الموسيقى والألحان من مختلف الدول، وذلك لتعريف المواطنين والمقيمين على حد سواء بالأنشطة والموسيقى حول العالم. فاليوم حفلتنا كانت الحفلة الموسيقية من النمسا، قطع رائعة وألحان حالمة، وبمناسبة العيد الوطني وأنشطة هلا فبراير، طبعا دار الآثار تحرص على المشاركة في هذا العيد الوطني، فهناك حفلة يوم الثلاثاء القادم وحفلة أخرى يوم الأربعاء، وإن شاء الله نتمنى من الجميع ونناشدهم من منبر تلفزيون الكويت إنهم يشاركون ويحضرون وتواجدهم راح يسعدنا. دكتورة هل أنت حريصة على الحضور في مثل هذه الاحتفالات الموسيقية أو مثل تواجدك في مثل هذه الحفلات؟ طبعاً طبعاً، هذه الموسيقى هي رقي للأحاسيس والمشاعر، خصوصاً أن الحفلات الموسيقية هذه من مختلف دول العالم. يعني مثل الأسبوع الفات كان عندنا من اليونان، وقبله كان من دول أوروبية أخرى، والليلة الحفلة النمساوية هي تنمي الذوق والإحساس، خصوصا العازفين عالميين ومحترفين. ويعني الشكر الجزيل لدار الآثار اللي يعني أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نستمتع، يعني خصوصا الناس اللي ما يقدرون يروحون هذه الدول، هذه الفرق الموسيقية في خدمتهم هني، وشاكرين لدار الآثار ولتلفزيون الكويت. الله يعطيك العافية دكتور. إن شاء الله. تسلم. تسلم. يعطونك العافية. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، طبعا الخاصة بمهرجان هلا فبراير اللي نقلنا لكم فيها الحفل الموسيقي الكلاسيكي اللي طبعا كان بالتعاون مع سفارة جمهورية النمسا. طبعا نذكركم مشاهدينا في يوم الجمعة يوم 7/2 راح يكون في عندنا فعالية في ملاعب المسيلة وهي العب مع المشاهير، اللي راح يكون فيها طبعا راح تبتدي من الساعة 6 للـ 9، واللي راح تكون بحضور كوكبة من الفنانين ومنهم داود الحسين وخالد البريتشي وشعبولة، وراح يكون من اللاعبين وليد علي وحمد أمان. نشوفكم إن شاء الله في رسالة جديدة. فما الله. Oh,
وعلى